مش عارفين يقروا او يكتبوا، ونلاقي دكاترة الجامعة لما بيجي في وقت الامتحانات يقول لك الاخطاء الاملائية بشكل غير طبيعي، وحتى القدرة على الكتابة الخطوط وحشة، والناس مش مستوعبة الفتحة والكسرة والضبة. مشكلة كبيرة جدا. عشان كده يمكن الضيف اللي انا بلتقي معاه النهاردة هو بيساهم في القضاء على الأمية بكافة السبل، حتى لو انت خريج جامعة. مشروع تجفيف منابع الأمية بمدارسنا اعتقد انه مشروع مهم، احنا لازم نلقي الضوء عليه. شرفنا النهارده في الاستوديو محمد جابر خبير تربوي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك. مبدئيا كده، ايه موضوع منابع الأمية اللي موجودة عندنا وازاي نجففها؟ هي ظاهرة الأمية من المفترض، وكل الناس عارفة ان ظاهرة الأمية المفترض انها تكون موجودة خارج اسوار مدارسنا، لكن كون تكون ظاهرة الأمية متواجدة داخل مدارسنا، يعني داخل المتعلمين في المرحلة الابتدائية ومرحلة الاعدادية. وطبعا برضه عشان اوضح حاجة تانية، احنا يمكن بلدنا للأسف النجاح حاجة والتعليم حاجة تانية كويس. فممكن دي بتساهم بشكل كبير ان احنا مش عارفين حجم الأمية قد ايه، لكن هي التقارير والتصريحات اللي طالعة من جميع الأوساط العلمية فهي وصلت ل 40% أمية. يعني بمعنى ان ممكن يكون فصل مثلا قوامه 50 ممكن تلاقي حاجه و30 طفل ما بيعرفوش، او مثلا حاجه و20 طفل ما بيعرفوش يقروا اساسا حتى لو هم بيدرسوا وهم جوه بيدرسوا. تمام، دي الازمه. طيب في انماط بقى ضعف القراءه والكتابه بتظهر لولي الامر ازاي؟ مثال، احنا مثلا بنشوف طفل بتلاقيه في سنه اولى ابتدائي مثلا، طفله في يوم من الايام حتى اختبرتها اتفاجئت انها بتشاور على الصوره، انا امير اختي اميره، فما كانتش بتشاور على الكلام خالص يعني. كانت حافظه الدرس من خلال الصوره. ادي نمط من انماط ضعف مهارات القراءه والكتابه. نمط تاني نلاقي مثلا طفل يقول ايه، انا امير اختي اميره، ماشي اوكي، لكن هو بيشاور في مكان غير المكان خالص، هو حافظ. ما هو يمكن الحفظ ده السبب في المدرس برضو، طريقه ما هي الطريقه الكليه اللي اتبعتها الوزاره ما ادتش فرصه للمعلم ان هو ينمي مهارات الاطفال لغويا، او بمعنى اصح بيبقى فيه شهر ونص تهيئه لغويه في بدايه الدراسه. طيب لاسباب ما بيتم تجاهلها والبدايه في الدروس على طول مره واحده. انت بالنسبه لك لما تكون قمت بمشروع على حوالي 90 مدرسه في نفس الوقت بقى في طلب ان الدول العربيه تقول لك تعالى ابتدي نفذ فكرتك عندنا، ايه الفكره؟ انت عملت ايه بالظبط؟ الفكره ان انا بدايه الموضوع خالص ان انا من حوالي 18 سنه اكتشفت الظاهره ازاي، ان انا كنت مدرس رياضيات حط تحتها 1000 خط، ما كنتش مدرس لغه عربيه اساسا يعني. كويس. لاحظت المسائل اللفظيه ان بتلاقيها معوق كبير جدا قدام اطفالنا في المدارس اللي هم خاصه 4 و5 و6 ان هم يقدروا المسائل ديت. فالمهم لقيت اللي فيه تكرار رسوب كمان للاطفال في نفس المواد اللي تتعلق باللغه العربيه. وبيؤدي ده الى تسرب اطفالنا يعني. فقلت مين هي اللغه العربيه وايه هي الالغاز اللي فيها بتخليها معوق بالنسبه لاطفالنا ان هم يتواصلوا مع المواد اللي تتعلق بالقراءه والكتابه. فاكتشفت مسكت مثلا جورنال كده ومجله فقريتهم، لقيت القرايه ما هي الا اوزان ومقاطع صوتيه. طيب المقاطع الصوتيه حللتها لقيتهم حوالي 12 مقطع بالظبط. مين هم ال 12 مقطع؟ فتح وكسر وضم، مد بالالف، مد بالياء، مد بالواو، تنوين بالفتح، تنوين بالكسر، تنوين بالضم، واخر ثلاثه اللي هم الشده والالف اللينه والسكون. هي دي الحركات اللي موجوده في جميع الكلمات. طيب لو انا بعلم او لو انا مسؤول تربوي في بلدنا وعايز اعلم الاطفال وانميهم في مهارات اللغه، طيب قدامي حاجتين. لو انا علمت بالطريقه الكليه بالفرض ان اولى ابتدائي عندهم حوالي كم من الكلمات؟ حوالي مثلا نقوله 1000، فالطفل بيحفظهم. كويس. بيجي سنه ثانيه الكم من الكلمات بيزيد، بيبدا يظهر الضعف، ويمكن كمان حكومتنا ما بتقولش على التلميذ او الطفل في سنه اولى او ثانيه هو ضعيف، تستنى تقول والله لما يطلع ثالثه. طب ثالثه لسه برضه ما نحكمش عليه، ده هو لسه بيتعلم. تمام. لغايه ما تحصل الكارثه ان هو يوصل رابعه وخمسه وبالفعل يكتشفوا انه ضعيف. طيب الحل ايه؟ الحل اللي انتهجته الوزاره انها افتحوا فصول علاجيه داخل المدارس. طب خلينا واقعيين، فصول المدارس ما فيش فصول زياده، دول حولوا المكاتب الاداريه داخل المدارس نظرا للكثافه الشديده حولوها لفصول. ادي اول حاجه، ما فيش فصول. طيب في فصول، طب ما فيش مدرسين زياده. ماشي محمد. يعني اذا في مشكله وفي ازمه، في ازمه كبيره مش قليله. انا بس عايز ادخل في صلب الموضوع. صلب الموضوع ادخل بقى في اللعبه اللي انت عملتها لمعالجه المشكله. طيب قبل يمكن معرض الاداه نفسها اللي اتخذتها، ان انا الاول عرضت المشروع من حوالي 17 او 18 سنه، لم يلقى القبول الا من حوالي 6 او 7 سنين. عرضته بس كان في البدايه كان علاجي على الاطفال اللي هم وصلوا لسن 4 و5 و6 واعدادي كمان. انا يمكن كان عندي مدارس مكلف بيها ثالثه اعدادي مش عارفين يقروا، فنميت المهارات فكان علاجي. لما التجربه نجحت قالوا لي عمم التجربه. طيب جيت اعممها قلت لهم لا، طب ايه اللي خلينا نستنى الطفل لما يبقى في رابعه امي ولا رابعه وخمسه وبعدين ابدا اعالجه؟
طب ما انا ساعتها نسبه نجاحي في المشروع زي كده ما هو نابع من اجتهادي انا بس، هيبقى نسبه نجاح 10%. تمام. طب انا يخليني اعالج كده، طب ما انا اجفف المنابع نفسها، ان انا اقي اطفالنا بالنسبه للسن اولى ابتدائي ان هم ما يقعوش في الضعف. كويس. وبالفعل صممت برنامج. طيب انا صممت البرنامج ده وكانت ثقافته او منهجيته تعتمد على المقاطع الصوتيه. طيب انا دلوقتي هتواصل مع اطفال وعايزهم يتواصلوا معايا بطريقه محببه، طب ايه الطريقه؟ اللعب. المدخل ليهم. طب هم اطفال في سن صغير بيحبوا الالعاب. انا بس وبالفعل انا معاك، انا بس انا النقطه كل ما ننفذ عملي كل ما الناس يعني ايه هتستجيب معايا يعني. طيب. خليني ابدا مع بعض بس في مرحله إيه؟ التهيئه. يعني احنا دلوقتي انت نفذت لعبه او ابتكرت لعبه نقدر من خلالها ان احنا نعالج مشاكل القرايه والكتابه. ما احنا قلنا القرايه والكتابه عباره عن مقاطع صوتيه. طبعا. طب انا هعلم المقاطع بايه؟ بكوتشين. طيب. تلعب حضرتك احنا بس لا مبدئيا بس دي كوتشينة زي ما حضراتكم شايفين وهي باينة أمام حضراتكم. دي حروف، دي كروت يعني، هو محمد دي كروت وبس. إن شاء الله هو في خطته الجاية إنها تبقى كوتشينة لعبة بالفعل الأطفال يلعبوا بيها مع الآباء والأمهات، وعليها الحروف زي ما يعني تكون واضحة أمام حضراتكم. الحرف يمكن ليه أربع حاجات، صورة بس. وشكل وحركة وصوت. دي أهو أمام حضراتكم. أنا بس لا ده اللي معه السامع له ده اللي معه بس يا سين فتحة بس أنا هغير برضو عشان يبقى لو في حرف تاني مختلف. دال كويس ده حرف الدال. خلاص ناخد بالنا بس من الحروف. ده سين فتحة سا، دال فتحة دا، يعني اللي احنا يعني متعودين عليها بس نبقى عارفين. خلاص يعني هي دي بداية اللعبة ان انا بيبقى معايا الحرف بيبقى فيه تكرار. الحروف بيبقى فيها تكرار زي الحروف اللي معايا، هي الحروف اللي مع استاذ محمد بس متكتشنة بالظبط بالزبط. ما فيهاش ترتيبه معينه بالظبط بالظبط زي الكوتشينه بالظبط. هنبتدي نلعب انا وهو اللعبه لان انا لعبت معاه قبل ما اطلع على الهواء علشان نكون مستوعبين الموضوع، وانا اللي كسبت برضه وهو اللي كسب برضه يعني. هو دلوقتي بياخد بطاره يعني على الهواء باذن الله. طيب باذن الله. طا دا طا انت كسب. طا فتحه طا هنا هنا هو نزل الطا وانا نزلت بعديه الطا، فبما ان رقمي او حرفي نزل بعد الحرف بتاعه فانا اذا انا اللي كسبان. طا فتحه طا ان شاء الله هلم الورق اللي معاه كله عشان تبقى طا. انا ممكن اخد الطا من ورا يعني. لا 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 التزوير لا. الف فتحه ا ايه طبعا سا. ها بسرعه بقى استاذي سا طا لا اصبر كسب. اصبر. لا 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 اوكي. احنا بس ده انا سبته بس قبل ما نطلع على الهوا يكسب براحته يعني كان لوحدنا. ماشي يا استاذي. لا انا مش لاعب. مش عايز العب. مبدئيا يعني ايه دي الطريقه اللي بتتم ان انا لعب تبادل الحروف. وانا سالت سؤال واحنا في بره قبل ما ندخل على الهوا وبعيد السؤال امام حضراتكم، الحرف بيبقى متكرر كم مره وليه؟ تكراره اربع او خمس مرات. ليه؟ طب انا بالفرض ان احنا كان مستهدف بالنسبه لنا سا وطا ودا وجا وآ. الحروف المستهدفه حوالي خمس حروف هنا. مثلا خدت منهم حرفين الطفل عارفهم بالفعل. ها. عارفهم. وانا كنت بحفظه النهارده ثلاث حروف. ها. بس بحفظهم له. طب شعور حضرتك وانت معايا تعلم ولا بتلعب؟ انا بلعب وبتعلم. والله الطفل لا الطفل كان بيلعب هو. ها. حاسس بكده. ها. ان هو بيلعب مش بيتعلم اساسا. وانا من داخلي انا عايز اعلمه بس. خلي بالك هي في قواعد تانية بقى، لو الطفل جه على الدال المفروض يحفظها قال عليها را لا اقول له سيب لي ورقتين للارض يبقى فيها عقاب. يعني اذا في قانون فيها ليها قانون طبعا. ليها قانون اذا انت اخطأت يبقى انا باخد منك تعاقب ودي بتقلل من فرص نجاحك او فرص مكسبك ورقك بينقص. تمام. وساعتها انا هفضل كل شويه بقى افكرك بقى شفت الدا هي دي اللي خسرتك. ايوه تمام تمام. طيب هو طبعا جميع المقاطع بيتم تناولها بنفس الطريقه ويمكن انا بستخدم مع الكوتشينه اداء تاني اداء حركي. اداء حركي بمعنى ان مثلا بالفرض ان انا عايز اجمع بقى اجمع كلمات مهاره. لو قال لي ك لا هو عارف الا صوت وشكل وحركه وصوت. ايه ك لا طب اجمع ازاي؟ السقفه اهي هي السقفه بتنطق الكلمه. اكلا اكلا فهما فهما. طب الفرض انا بدي مد بالالف برضه بستخدم نفس الصور الذهنيه اللي الطفل بيحبها. اقول له ايه اطول حيوان في الغابه؟ يقول لي مثلا الزرافه. طب ايه اللي طويل في الزرافه؟ يقول لي رقبتها بسيط. طب تيجي نعمل للبرقبة يروح مطولها لي لفوق. اذا هيفضل في ذهنه تملي ان الحرف ده مش قصير ده حرف طويل مقطع طويل. بص يا محمد اذا نعم التعليم من خلال اللعب من خلال الرسم من خلال الموسيقى هو موجود في العالم كله. علشان انت تبتدي الخطوة دي انها تتم في مصر وما يبقاش في تفعيل من وجهة نظري من وزارة التربية والتعليم ليها على مستوى الجمهورية
فأنا من خلال البرنامج بوجه رسالة للسيد وزير التربية والتعليم والسادة المسؤولين بوزارة التربية والتعليم، عندنا أفكار بسيطة موت جدا. إيه المانع إن إحنا نبدأ بقى بما إننا قمنا بثورة عشان نغير، فنغير صح. يعني خطوة زي كده خطوة رائعة أنت قمت بيها. طيب لو رجوعا، لو رجعنا يمكن للمنابع، أنا هرجع للمنابع، لكن أنا بس قبل ما أنت دلوقتي نفذت التجربة على 90 مدرسة اللي حضرتك كسبتني فيها، اللي أنا كسبتك فيها طبعا وعلى الهوا وأنت من اسكندرية صح؟ طبعا كل طيب. اسكندرية عرفت يعني 90 مدرسة في اسكندرية ولا في محافظات مصر؟ لا هي في اسكندرية بس. بس بس طيب هل المشروع من سهل ان هو يتنقل بره مصر، بره محافظة اسكندرية؟ أنا تحت أمر والله. أنا قبل كده أعلنت على جروب، أي جامع، كنيسة، جمعية أهلية، مدارس خاصة، مدارس رسمية، أي محافظة عايزيني أدرب والله رايح ومجاني. طيب نستقبل تليفون معانا. معانا أستاذ عبد العزيز البنا، مدير إدارة العامرية التعليمية بالإسكندرية. ألو أستاذ عبد العزيز. أهلاً يا فندم. أهلاً بك. أهلاً بيك. أهلاً بيك الله يسلمك. أستاذ عبد العزيز، دلوقتي لما نقول إن إحنا بنقول عندنا أمية وعايزين نقضي عليها وعندنا فكرة مصرية من خلال خبير تربوي ومدرس من مدارس محافظة اسكندرية، هنا في اللحظة دي احنا عايزين نعمم الموضوع على مستوى الجمهورية، تفتكر ما هي الخطوات التي يجب ان تتبع؟ أهلا فندم بحضرتك، وأهلا بالأستاذ محمد جابر. والأستاذ محمد جابر صاحب فكر فعلا وفكر راقي، ويعني بصراحة صاحب منهج ومنهج سليم، وياريته يتعمم على مستوى الجمهورية كلها. وما خبيش على حضرتك ان الفكره ديت اللي هو الاستاذ محمد عانى فيها عشان ينشرها، او عشان تبقى مبدا من مبادئ التعليم في مصر. هي الفكره ديت احنا كنا دارسينها، وانا شخصيا عبد العزيز دارسها في الكتاب، اللي هي تشكيل باء فتحه باء بكسره ب بضم اب بسكون اب، يعني ديت افضل طريقه للتعليم في مصر، اللي هو طريقة الكتاب اللي الأستاذ محمد ابتكرها، لأن ما كانش ليه علاقة بالكتاب، لكن ابتكرها، يعتبر ابتكار من عنده، يعتبر إنشاء من عنده. بصراحة ياريت يتعمم هذا الأسلوب، لأن ده أفضل أسلوب للتعليم في مصر. كويس. أنا عندي مدرس بيجيني ما بيعرفش يشكل الكلمات ولا بيشكل الحروف. كويس ولا احنا عندنا أزمة في خريجين الجامعات. ما هو عشان كده أنا بسأل حضرتك، ما هو المطلوب علشان ال 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 الموضوع يتم تعميمه على مستوى الجمهورية؟ ما هي المطالبات من وزارة التربية والتعليم؟ طيب هقول لسعادتك حاجة، يعني أنا بقول لسعادتك مبروك إن الفكرة بدأت تنتشر، والسنة دي بالذات يعني عملوا برنامج تدريبي لهذا الأسلوب. يعني ما أعرفش هل هم فعلا وصلهم فكرة الأستاذ محمد فخدوها ونشروها، وفي تدريب دلوقتي. يعني إحنا عندنا في العمرية كذا مدرس لأولى ابتدائي بالذات، عشان يدرس لهم كيف ينطق الكلمة بالتشكيل. دي طريقة جديدة وجميلة، معرفش هل هم عرفوا مبدأ الأستاذ محمد وبيتعاملوا بيه، ولا هي جات لهم منين، لكن هي مبروك علينا كلنا ان هم فعلا بدأوا يطوروا الطريقة دي وينشروها ويعلموا بيها، اللي هي الوزاره استاذ عبد العزيز. استاذ عبد العزيز، حضرتك مدير اداره العامريه التعليميه بالاسكندريه. ايوه اتفضل. فانا حضرتك. انا بتكلم، هل تم التواصل مع وزاره التربيه والتعليم لنشر الفكره على مستوى الجمهوريه ولا لا؟ ايوه يا فندم تم التواصل. وانا بقول لحضرتك دلوقتي النتيجه ايه؟ النتيجه وصلت لكم محافظه تقريبا؟ من المدرسين الابتدائي عشان بينشروا هذه الطريقه اللي هي تشكيل الكلمه وكيفيه النطق بها وكيف يتم النطق بها صحيحه. تمام. وتعرف حضرتك يعني لما بيجيبوا مدرس مختار عشان يدرب، بيدرب مين؟ بيدرب الاولاد؟ لا، ده بيدرب زملائه مدرسين الابتدائي. كويس. مدرسين اولى ابتدائي، يعني هو المدرس اللي احنا بننتقوه الجيد بندوله فرصه ان هو يدرب مدرسين اولى ابتدائي، يعلمه كيفيه النطق وكيفيه التشكيل. ودي لسه جديده السنه دي، مبتكره السنه دي، وان شاء الله هيكون لها مردود جيد جدا، ويا رب بقى نخلص من اميه المدرسين اللي بيقولنا ما بيعرفوش ينطقوا الكلمه صح. ايوه صح.
حتى بعيدا عن النحو. لا معلش سيادتك والله دي حقيقه، لان لا انا والله, والله انا انا باكد عربية. على كلام حضرتك، احنا عندنا ازمه في اختيار المدرس، حتى ازمه تعليميه وازمه نفسيه، وعندنا مشاكل كتيره جدا، لكن عندنا مدرسين على كفاءه عاليه زي استاذ محمد جابر. انا بشكرك جدا استاذ عبد العزيز البنا، مدير اداره العمليه التعليميه بالاسكندريه، شكرا ليك. بالمناسبه يا جماعه، انت ممكن تعمل ده في البيت بالمناسبه، تجيب كروت وتنفذ اللعبه دي. يعني انا عايز اوضح لحضراتكم النقطه دي، انا نقطه وصلت لي وانا شخصيا هطبقها مع بنتي بالمناسبه، يعني انا خلاص وهلعب معاها كوتشينه. طيب احنا معانا فاصل، هنطلع فاصل. طب هنطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا مع ضيف محمد جابر حول نقطه مهمه جدا، ازاي بقى نقضي على الاميه للناس اللي ما بتعرفش تقرا وتكتب اساسا. نطلع فاصل. الرسمي او ما راحش حضانه يعني. كويس بس طيب. يعني هقف عند اللحظه دي بعد اذنك، استقبل التليفون معايا لو تسمح لي. اتفضل. معانا استاذ علي السبكي احد اولياء الامور. استاذ علي الو. اهلا يا فندم، الله يكرمك. اهلا بيك استاذ علي. حضرتك شايف ان التجربه دي مفيده مع ابنك او بنتك؟ اه محمد الحمد لله. طب التجربه طبقت في المدرسه اللي فيها محمد ابني، وده المولود الثالث ليا، احنا عندي نهله وزياد ومحمد، وكانت مثيرة جدا بفضل الله ان هو يعني عمليه القراءه بالنسبه له كانت سهله جدا ومتيسره، وكان بينافس نفسه ان يقرا اي كتاب، اي مجله، اي جرايد، المصحف. عنده كام سنه محمد؟ اي فندم. عنده كام سنه؟ محمد كانت التجربه تطبق عليه وهو في الابتدائي، حاليا هو في ثالثه ابتدائي. كويس، الاستجابه او رد الفعل بان في قد ايه؟ النتيجه؟ متهيألي ما تجاوزش الاسبوعين يعني. يعني قدر ان هو يتطور؟ اه، لان والدته خريجه رياض اطفال وكانت بتتابعه، وراحت لمدرسه الفصل استاذه منى بدر لما طبقوا التجربه في المدرسه، فلقت ان في يعني تقدم غير عادي وفكر جميل، وبدات كويس. هي تحاول تساعده في المذاكره بنفس الطريقه. طب بما ان حضرتك احد اولياء الامور وتم الاستفاده من الفكره النهارده، تقول ايه لكل الاباء والامهات اللي بتتابعنا في برنامج شباب؟ والله اتمنى ان هم الفكر الجديد ده ينتشر في مصر، خصوصا مع بعد الثوره، لان الحاجات دي كانت يمكن الى حد ما محدش بيهتم بيها قوي. انما النهارده طالما فيك فكر جديد وحاجات جديده بتيسر الاولاد يتعلموا، لان احنا بنفاجئ بخريجي بعض الكليات وبعض الدبلومات عندهم اخطاء في القراءه والكتابه والاملاء وحاجات يعني الواحد بيحزن لما بيعرفها يعني. استاذ علي السبكي بشكرك جدا على مشاركتك، شكرا ليك. أربع سنين جزئية مع الأربع سنين استغلت فرصة، وعايز أقول لك إن إحنا قدامنا دي يعني دقيقتين كتير، استغلنا فرصة الفترة اللي فاتت اللي هي إيه، الفترة طبعا سيئة شوية، مفيش مواظبة من الأطفال على المدارس. أيوة. فقلت ما أنزل شوية بشريحة الفئة العمرية بالنسبة للأطفال اللي بس المستهدفين بالنسبة للبرنامج بتاعي. تمام. فنزلت لغاية سن أربع خمس سنين أو بعدين أربع سنين. تخيل أنا حاليا بطبق البرنامج في مراكز تعليمية بره، سن أربع سنين في خلال ثلاث شهور بيجيد قراءة بالتشكيل لأي كتب ومناهج دراسية، يجيد القراءة من غير تشكيل صحف ومجلات. ويمكن أولياء الأمور اللي طبق، آلاف أولياء الأمور اللي طبق عليهم نفس التجربة، يمكن هم سامعيننا برضو دلوقتي، يجيد الإملاء اللي الوزارة بتاعتنا أو جميع الأوساط التعليمية والتربوية في مصر قالوا أربع سنين ما يكتبش، لا أربع سنين بيتملى، ما ليه جواب، ما ليه خطاب، ما ليه أي حاجة. ما أنت أسسته صح. صح. وعلمته صح. ما افتكرش كده، أنا هستنى لما تحدث الأمية. طيب. احنا من خلال البرنامج احنا بنتواصل بمساعده كل اولياء الامور من خلال التواصل معانا، وان احنا هنوصلكم بالاستاذ محمد جابر. واذا كان في جزء احنا بنقوم بيه من خلال البرنامج ان احنا بنلقي الضوء على افكار ومبادرات وافعال وشبابيه ايجابيه لصالح مجتمعنا، احنا بنوصل رساله مره اخرى للسيد وزير التربيه والتعليم، نرجو من سيادتك النظر تجاه فكره قام بيها خبير تربوي مصري من ابناء اسكندريه علشان نعممها على مستوى الجمهوريه، واعتقد النتيجه هتكون لصالح كل المصريين. استاذ الفاضل، هي طب اضافه صغيره. طيب في عجاله، في عجاله لسه كنت اقول لك عايز تقول ايه في نهايه. طيب سيادتك، انطلب مني بعد تقرير للام بي سي، قناه ام بي سي جت صورت عندي في المدرسه بعيد، انطلب مني من دول عربيه كتير ان انا اكون متواجد هناك. كويس. في بلدهم يعني اربع او خمس دول. كويس. طب هل الدول دي تملك المال واحنا ما عندناش مال؟ لا، احنا عندنا فلوس. تملك الكوادر. طب ليه ما نستفدش مننا؟ ما هو مش انا الوحيد، انا وغيري يعني. صح صح. استاذ محمد جابر خبير التربوي، شرفتني ونورتني، وكنت سعيد بوجود حضرتك معايا، وانا اتعلمت منك النهارده وكسبتني. واعتقد ان انا يا فندم وكسبتني وكسبتك، ده طبعا الموضوع ما فيهوش، ومتسجل على الهواء كمان ان شاء الله باذن الله. انا هبدا في تنفيذ الفكره، وانا بحييك
وبشكرك وشكرا ليك. شكرا. شبابنا مشاهدينا في كل مكان، هنطلع فاصل وبعد الفاصل نتواصل معكم مره تانية ببرنامجكم شباب على الهوا، صوت الشباب الحر. دي اساسا العيال هتجمع في الجيرات وهم عارفين ده كويس. انا فاشل يا لله بالعيال، انت مدرسينك مجاميع ذو تقويه، ودي اللي بفرجها مدرسه.